مساء الخير. نزعنا نقابهن وأرخينا خصولات الشعر الشقراء وارتدينا البنطال. هن نساء داعش الأجنبيات القابعات في مخيمات شمال شرق سوريا والتي أقامتها ميليشيا قسد للخارجين من آخر معاقل داعش، حيث يرى كثيرون أن هذه المخيمات ليست سوى مراكز اعتقال كبيرة لعشرات آلاف البشر. نساء داعش الأجنبيات شاغلة الإعلام الغربي ومالئة المحطات والمواقع الإخبارية بعشرات المواد التي تناقش أوضاعهن. البعض يعتبرهن مسؤولات عن المصير الذي وصلنا إليه، فيما يرى آخرون أنهن ضحية لمجتمعاتهن التي خرجنا منها. كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أسباب خلع أولئك النسوة للنقاب وارتداء البنطال الضيق في هذه المرحلة بالذات، وهن اللواتي كنا يلاحقن السوريات ويضربهن بحجة عدم ارتداء اللباس الإسلامي الصحيح. وهل هن مؤمنات حقا بأفكار تنظيم داعش وأدبياته، أم لسنا سوى مراهقات ومضطربات اجتماعيا وقعنا في شرك عناصر تنظيم داعش الذين أجروا لهن غسيل أدمغة قبل نقلهن إلى سوريا والعراق؟ ولماذا تستثمر ميليشيا قسد وعدد من وسائل الإعلام بظاهرة نساء داعش؟ أليس من البشاعة والصفاقة أن تصبح تلك النسوة سلعة إعلامية للابتزاز والمتاجرة موجهة للرأي العام الغربي؟ أليس من الأولى أن توجه ميليشيا قسد طاقاتها لإنقاذ الأطفال في المخيمات من فكر تنظيم داعش من خلال إرسالهم لدولهم أو إقامة مراكز تعليمية وإرشاد نفسي لهم برعاية الأمم المتحدة ومنظماتها، حتى لا يتحول أولئك الأطفال من الفكر الداعشي إلى الفكر القسدي؟ وما دوافع الدول الغربية لتصديق نسوة الدواعش بأنهن تغيرن؟ ألا يمكن أن تكون خطوة نزع النقاب هي طريقة نجاة من معسكرات الاعتقال التي تقيمها قسد في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. ضجت وسائل الإعلام بصور نساء تنظيم داعش الأجنبيات اللواتي نزعن النقاب. المزيد في التقرير التالي ونعود للنقاش. أولئك هن المجاهدات اللواتي كن يلاحقن السوريات من أجل تصحيح لباسهن غير المحتشم بنظرهن. فنساء تنظيم داعش في هذه المرحلة نزعن النقاب واشترين الألبسة التي تظهر مفاتنهن وأجرين قصات شعر، وحتى صبغات شعرهن دفعت عديدات للسؤال عن اسم الحلاق النسائي الذي أجراها لدقته بدرجة الصبغة. أولئك النسوة هن حاليا في مخيم روج الذي تديره ميليشيا قسد بريف مدينة المالكية، حيث تقطنه 800 عائلة من دول الاتحاد الأوروبي و100 عائلة سورية وعراقية، بحسب ما أوضحت مسؤولة بالمخيم للوكالة الفرنسية للأنباء. إلا أنها ترى نزع النقاب محاولة لإيهام حكوماتهن بأنهن تغيرن لإعادتهن. مخيم روج يعتبر أفضل من نظيره الهول الذي يضم 65 ألف نسمة بينهم بضعة آلاف من عائلات أجنبية، حيث يراه البعض دولة داعشية يحكمها عناصر التنظيم والمتشبعين بفكره، حيث سجلت به عشرات عمليات القتل، ما دفع بميليشيا قسد للقيام بعملية أمنية قوامها 5000 عنصر بدعم من التحالف الدولي، انتهت باعتقال أكثر من 70 شخصا بتهمة الاشتباه بانتمائهم لداعش. هذه الأوضاع السيئة يرى كثيرون أنها تدفع نساء داعش لنزع النقاب فقط للهرب من جحيم مخيمات ميليشيات قسد التي تعاني من سوء في الخدمات، من ماء وصرف صحي وانعدام للنظافة، مع رفض غالبية الدول بإعادة مواطناتها مكتفية بإعادة بعض الأطفال، وسط ضجة إعلامية لا تقل صخبا عما يجري في قضية نزع نساء التنظيم للنقاب. فهل تعتبر هذه الخطوة خطة مدبرة بين الداعشيات وميليشيا قسد لابتزاز الغرب، أم محاولة نجاة من نساء داعش اللواتي وصلن إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم بعد معاناة غالبيتهن من هزات نفسية واجتماعية استغلها تنظيم داعش ولم تمنعه الدول الغربية التي لطالما حلمت بالتخلص من هذه النوعية من المواطنين؟
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي والمستشار القانوني غزوان كرومفول معنا من مرسين، كما ينضم إلينا أيضا الباحث السياسي سامر خلاوي من لندن. مساء الخير وأهلا بكم. دعني أبدأ معك أستاذ سامر. نتحدث عن 6 نسوة قررنا خلع النقاب والحديث إلى وسائل الإعلام، هل ترى أن هذا الرقم يعني يستحق كل هذا التسليط الإعلامي والإضاءة عليه؟ هل هو مقدمة لما قد نراه لاحقا؟ نعم، في البداية مساء الخير لك ست أحلام ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني هناك عدة نقاط يجب الرد عليها ست أحلام. أولا وهذا الأهم، لا يمكن الوثوق بما تقوله وما تفعله قسد بالمطلق، فهي تستطيع أن تفعل كل شيء من أجل مصلحتها ومصلحتها فقط. هي تاجرت ولا تزال تتاجر بالدواعش وبقضية داعش واستثمرتها كثيرا ولاقت دعما كثيرا. شاهدنا ذلك عندما كانت هناك حملة تركية لتطهير هذا التنظيم الإرهابي من بعض الأراضي داخل سوريا، أعلنت قسد لقوات التحالف بأنها سوف لن تشارك بحماية المعتقلين من قسد، وأنها هناك صعوبة على السيطرة عليهم وغير ذلك إذا لم تتدخل قوات التحالف لمنع تركيا من شن عمليات عسكرية. أضف إلى ذلك أن أيضا قسد استفادت ماليا من الدواعش وخاصة من دعم القوات التحالف والقوات الأمريكية بحجة مواجهة هذا التنظيم الإرهابي. أضف إلى ذلك أنها استفادت إعلاميا بأنها تنظيم غير إرهابي وإنما يتعامل ويكافح تنظيما إرهابي. أيضا ست أحلام، شاهدنا كيف يتم تجنيد وتسريب الدواعش من داخل مخيمات الاعتقال خاصة في مخيم الهول مقابل أموال مالية ضخمة تدفع لقسد والذين لا يهمهم أي شيء. الآن قسد تريد أن توصل رسالة وهذه مفضوحة وكاذبة بأنها تريد أن تساعد في الخلاص من هؤلاء الدواعش بحجج واهية، بحجج إنسانية وغير ذلك، والسبب الرئيس أنها لا تستطيع أن تستثمر أو تستفيد من هؤلاء وهؤلاء تحديدا. أنا باعتقادي أن قسد هي من أقامت بهذه المسرحية وتريد أن تسوقها وتروجها لأنها لا تستفيد من هؤلاء وتريد أن يتم عودتهم. أضف إلى ذلك ست أحلام، هناك العديد من المعتقلات داخل قسد ومنهم شميمة بويغوم التي هي مواطنة بريطانية والتي أجرت مع صحيفة مع قناة سكاي نيوز الإنجليزية وأيضا مع صحف إنجليزية وأوصلت رسالة لهم بعد أن تم سحب الجنسية منها. هناك عدة نقاط هامة يجب الإشارة أن هذه قيمة عمر 15 عندما انضمت إلى هذا التنظيم الإرهابي، وعندما الآن تريد العودة طبعا تم نزع منها الجنسية البريطانية، وهي تقول عند في مقابلة مع سكاي نيوز أنها غير نادمة على الانتماء إلى هذا التنظيم الإرهابي وأنها تريد العودة. هناك عدة دول ترفض بالمطلق عودة هؤلاء الدواعش وعلى رأسها بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وتونس وغيرها من وروسيا، ولكن هناك بعض الدول مثل ألمانيا تستقبل الدواعش من أجل محاكمتهم وإعادة إصلاحهم في المجتمع الألماني. ما يهم القسد كما ذكرت لك هو التخلص من القسم الذين لا يستفيدون منه، وهناك معضلة ست أحلام وهي كيف سيتم محاكمة عندما ترفض هذه الدول استقبال الدواعش المعتقلين، كيف سيتم محاكمة هؤلاء وعلى أي قانون يتم محاكمتهم وعد أن يحاكموا إلى أين سوف يذهبوا؟ هناك معضلة. كما ذكر التقرير وهذا صحيح، هناك دول تقول أنها تخلصنا منهم ولا نريدهم بالمطلق مثل فرنسا وبلجيكا لأنهم سوف يشكلون خطرا على المجتمع هناك. وبالنسبة لبريطانيا كما هو معلوم لا يسمح بأن يتم تجريد شخص من جنسيته إذا لم يكن لديه جنسية أخرى. تم تجريد جنسية شميمة لأن والدتها من بنغلاديش وتحمل الجواز سفر البنغالي ومن حقها أن تأخذ الجنسية، ولكن الحكومة البنغالية قالت بأن هناك قانون في بنغلاديش يسمح للأولاد الذين هم من آباء من بنغلاديش أن يتقدموا إلى الجنسية بعمر
عمر محدد ولم تتقدم شميمة، هذا يعني أننا لن نعطيها أي جنسية. إذن هذا الموضوع باختصار ست أحلام استفادت منه قسد كثيرا وحققت مكاسب كثيرة، وأصدرت ما يسمى بقانون القسد، وهو اعتقال أي شخص يقف اتجاه قسد بحجة أنه من الدواعش. وراح ضحية هذا القانون الكثير من أبناء المنطقة في الرقة وفي دير الزور وفي الحسكة وفي غيرها من المناطق. إذن قسد باختصار استفادت واستثمرت كثيرا من هذا التنظيم الإرهابي، وما تقوم به هو مسرحيات مفضوحة وكاشفة من أجل استجلاب الدعم الغربي ومن أجل التخلص مما لا تريده قسد ولا تستفيد منه. أستاذ غزوان، هل تتفق مع الأستاذ سامر بأنه نحن أمام حالة من الاستثمار بهؤلاء النسوة من قبل ميليشيا قسد؟ تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللأخوة المشاهدين. بالتأكيد بتفق مع الضيف في كل ما قاله. وجود هذا المعسكر الاعتقال النازل اللي مسمى مخيم العون هو بحد ذاته أكبر عملية استثمار بقضايا إنسانية لمصالح سياسية بكل أسف. يعني الإبقاء على هذا المخيم والإبقاء على نزلاء هذا المخيم بهذه الطريقة وتنصل الدول من مسؤولياتها تجاه على الأقل مواطنيها هو بحد ذاته السياسي في هذا الموضوع. دعيني أكد بداية يعني أنه ساكنين مخيم الهول من النساء والأطفال خصوصاً اللي ربما ارتبطوا كرها او قناعة او تضليلا بمنتمين لداعش، يعني خلينا نقول انه هي قضية انسانية وحقوقية في المقام الاول، وعلى المجتمع الدولي وعلى الدول اللي بينتموا الى نزلاء هذا المخيم، بالاضافة لسلطات الامر الواقع في هاي المنطقة واللي هي قسد بطبيعة الحال، انه يتخذوا الاجراءات اللازمة سواء لجهة انه كل دولة تستعيد حمل جنسيتها مع اطفالهم، وهذا حق لهم وواجب قانوني على سلطات هي الدول. يعني اما بالنسبة للنساء السوريات اللي هن موجودين ضمن هذا المخيم فبتعين العمل من قبل سلطة الامر الواقع ايضا، وهي بتملك من الموارد يعني اللازمة على الأقل من عوائد النفط اللي بتسيطر عليه وبتتصرف فيه، على أنه تطلق برامج توعية وإعادة تأهيل لهي الناس. يعني أما قضية المتاجرة بقضيتهم ومحاولة استثمارها إعلاميا فبتزيد المشكلة تعقيد وما بتقدم أي حلول جدية لها. يعني إلى متى؟ هل هؤلاء أسرى حرب مثلا؟ إلى حتى أسرى الحرب لهم حقوق؟ وما حدا عم يحترم حقوق هاي الناس يعني الحقيقة. فما معقول انه يبقوا الى الابد ضمن هذا الوضع الغير طبيعي والشاذ. الدول الحقيقة اللي بينتموا الى يعني العديد من النساء الموجودين ضمن هاي المخيم واللي اجوا كزوجات لبعض المقاتلين كمان ايضا ما من حقهم يرفضوا استعادة مواطنيهم. هن بيتحملوا كدول مسؤولية قانونية تجاه هؤلاء، هن واجبهم انه يستعيدوا هؤلاء المواطنين، واللي بيخضع لمحاكمة يخضع لمحاكمة ومن ثم برامج إعادة تأهيل وإدماجهم في المجتمع. ليست سوريا مكبا للنفايات لحتى كل دولة تترك نفاياتها في سوريا، هذا شيء معيب يعني. فبالتالي يعني ما بيجوز اخلاقيا ولا بيجوز قانونيا انه يتركوا هؤلاء. اما موضوع انه والله اليوم في نساء خلعت الحجاب هذا امر ما كثير بيعنينا يعني، ولكن ما لا تمكن يعني من سماعك استاذ غزوان. ساعود الى هذه النقطه، يعني ما يعني هؤلاء النساء بخلع حجاباتهم، وأنت ترى بأنه هذا لا يعنينا، ما يعنينا هو موضوع أكبر من ذلك. ولكن دعني أنتقل للأستاذ سامر بنقطة ذكرها الأستاذ سامر، بأنه بعض الدول
ترفض إعادة المنتسبين إلى داعش والحاملين لجنسيتها في الوقت الذي تستثمر فيه قسد بهم في داخل المخيمات وأيضا على الصعيد الإعلامي. يعني هذه الخطوة الاستثمارية من قبل ميليشيا قسد بمن انتسب إلى تنظيم داعش سابقا، لا نعلم يعني لا نقرأ ما في داخل قلوب هؤلاء، يعني إذا كانوا بعدهم ينتموا للتنظيم بطريقة أو بأخرى، خطورة هذا الاستثمار من قبل ميليشيا قسد بهن. وهنا نتحدث عن النسوة اللواتي خرجنا للحديث إلى وسائل الإعلام، ما خطورة هذه الخطوة وإلى ماذا تسعى قسد اليوم إذا كانت هي فعلا وراء هذه الخطوة؟ أستاذ سامر هل تتمكن من سماعي؟ نعم، السؤال لي. نعم لك سيد خلاوي. نعم، يعني كما ذكرت لك قسد فاقدة المصداقية، والمشكلة ست أحلام أنه لا يوجد طرف محايد يمكن أن يتأكد مما تفعله قسد ومما تقوم به قسد. الكل خاصة التحالف الدولي هو يصدق ما تدعيه قسد، وخاصة تلك الاعتقالات التي ثبت بعد ذلك أن معظمهم كان أبرياء ولا علاقة لهم بداعش لا من قريب ولا من بعيد، ولكنهم كانوا ضد أعمال وأفعال قسد فيتم اعتقالهم بهذه التهمة، كما يفعل نظام بشار الأسد بتهم واهية ومطاطة مثل وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي، وهذه تهمة لم هي غير موجودة في أي دولة من دول العالم، ويستطيع من خلال هذه التهمة أن يفعل ما يشاء ويفرض من عقوبات ما يشاء. قسد هي إنتاج واستنتاج من نظام الأسد، وهي على نفس المنهج تقوم به. وكما ذكرت لك هذا خلع 4 أو 5 من الحجاب، هذا لا يؤثر ولا يقدم وليس له أهمية، طالما ما هي الرسالة من ذلك؟ الرسالة هي تصب بمصلحة قسد، لأن قسد ناشدت أكثر من مرة الدول بأخذ رعاياها الذين لا تستفيد منهم قسد. بمعنى يعني إذا كان هناك من أعضاء التنظيم الإرهابي لو منع أن يكون تحت مظلة قسد ويقاتل مع قسد، فقسد سوف تسمح له وسوف يذهب ويتعامل مع قسد. وشاهدنا العديد من التنظيم الإرهابي انتسب لقسد، والآن من ضمن قوات قسد من كان يعمل ويقاتل مع تنظيم داعش الإرهابي. إذن قسد لا يهمها سوى مصلحتها، والآن هي تحاول أن تروج بأنها تريد أن تساعد على وصول هؤلاء بشتى الطرق والوسائل، ولكن كما ذكرت لك فاقدة المصداقية وفاقدة الثقة، وهم يعلمون ما خلف قسد بعيدا طبعا عن الحالة الإنسانية. يعني كما ذكرت لك هناك كثير من الأطفال الذين تم التغرير بهم والذهاب إلى داعش، وكما ذكرت لك شميمة كانت بعمر 15 عاما عندما ذهبت برفقة أصدقائها إلى هذا التنظيم الإرهابي وتزوجوا من أعضاء التنظيم الإرهابي وأنجبوا الأطفال. هذه طبعا حالة إنسانية وتعود لكل دولة بالتعامل مع هذه الحالة. هناك دول تقول أن هؤلاء إرهابيون ولا نريد أن نقبلهم ضمن المجتمع، وهناك أيضا دول تقول أنه كما تفضل الضيف هذا صحيح يجب أن يخضعوا لإعادة تأهيل، وهذا ممكن وهذا. ولكن أستاذ سامر يعني ما يلفت للنظر أنه اليوم هذه القنابل الموقوتة كما وصفتها وكما يصفها الكثيرين من المراقبين اليوم هي متواجدة على أراضي سورية داخل مخيمات تسيطر عليها ميليشيا قسد، نرى مسدسات كاتمة للصوت داخل هذه المخيمات كما رأينا في مخيم الهول، اليوم تخرج هذه الصور من مخيم روج للسيدات اللواتي يرغبن بالعودة إلى بلادهن. من يتحمل مسؤولية ما يجري وهذه القنابل الموقوتة؟ من في تلك المناطق؟ هل يعني الدول التي تنتمي لها أو ينتمي لها هؤلاء الأعضاء أم ميليشيا قسد أم من؟ لأنه من يدفع الثمن واضح هو من. سؤالك هام للغاية ست أحلام. أنا أعتقد يعني كما يقول مثل step by step، الخطوة الأولى هي مسؤولية قسد بالتأكيد وبالمؤكد، بمعنى أن هؤلاء لأن منهم أطفال، هؤلاء يمكن أن يتم رعايتهم وتأهيلهم وتوعيتهم ومحاولة اندماجهم بالمجتمع إن أرادت قسد ذلك، وهي قادرة على ذلك لأنها تحتل مناطق واسعة من الأراضي السورية وتحتل منابع الثروات السورية ولديها
لديها الإمكانيات المادية التي تستطيع أن تعمل بها. أضف إلى ذلك أنها هي شريك للتحالف الدولي، وإذا كانت في هذا المنهج سوف تجد بعض الدول التي تدعمها. إذن بالدرجة الأولى المسؤولية على قسد أن تتوقف عن المتاجرة بهؤلاء والتعامل بشكل إنساني، ولو إن كان هذا الموضوع بعيدا عن إنسانية قسد. الأمر الآخر هو مسؤولية الدول التي لها رعاية في سوريا. هؤلاء مواطنون يتبعون تلك الدول، وعلى الدولة هي مسؤولة عنهم، ويجب أن تتعامل معهم وأن حتى يمكن أن تحاكمهم بعد أن يعودوا إلى بلدهم، خاصة الذين ليس لهم ملجأ آخر. هناك القوانين ست أحلام، وهذه نقطة هامة، مختلفة ضمن دول الاتحاد الأوروبي أو الدول التي لديها رعاية مع داعش. أنا ذكرت لك هنا في بريطانيا يمنع القانون البريطاني أن يتم نزع جنسية أي مواطن، بمعنى لو كان المواطن إنجليزي وهو أبا عن جد فهذا ليس لديه أي جنسية أخرى، لا حتى إن كان في هذا التنظيم الإرهابي لا يتم نزع عنه الجنسية بالمطلق كما فعلوا مع شميمة، لأنه ليس لديه جنسية أخرى. أما مع شميمة فتم نزع الجنسية منها لأن وزير الداخلية آنذاك وهو للأسف يعني مسلم، ساجد جاويد، الذي قال أن رفض دخولها إلى بريطانيا، ورغم بعض المناشدات من أعضاء البرلمان كونها كانت صغيرة ويمكن التعامل معها إنسانيا، قال أنه يجب أن ننزع منها، ونزع منها الجنسية البريطانية لأنه قال بأن والدتها تستطيع أن تعطيها الجنسية البنغالية. فهذه اختلاف في قوانين ومعايير الدول. أضف إلى ذلك هناك دول لا تهتم بالمطلق، يعني فرنسا طالما واحد يعني فكره إسلامي أو اتجاهه إسلامي بغض النظر عن إرهابه أو غير ذلك فهي تتخلى عنه، يعني وشاهدنا ما تفعل الآن من إغلاق أكثر من نصف عدد المساجد في فرنسا، تم إغلاقها بحجج واهية في فرنسا. إذن هناك اختلاف ما بين تلك الدول وقوانينها بالتعامل مع هذه الحالات. وضحت هذه النقطة. دعني أنتقل للأستاذ غزوان يعني مجددا إلى المناشدات التي خرجت من النسوة في مخيم روش، هل ترى بأنها ستلقى آذان صاغية؟ الحقيقة المناشدات لوحدها ما رح يكون في لها استجابة، لأنه هاي الدول اللي بينتموا لها أعلنت عن مواقف، وفي دول مثل ما قال الضيف الكريم استعادت مواطنيها يعني، لكن هذا ما بيلغي أحقية هؤلاء في استعادة أوضاعهم القانونية في دولهم في بلدانهم، ويتعين على الدول أنه تستعيد مواطنيها وتعيد تأهيلهم وإدماجهم كما أسلفنا. لكن في هذا السياق يجب الاشتغال بتقديري على لجنة دولية يعني بتضم الدول اللي بتنتمي إلى هاي النساء بالجنسية، لا يعني العمل على مقابلة هاي النساء واستعادتهم مرة أخرى من قبل دولهم تحت ضغط دولي. يعني لا يكفي أنه والله كل دولة تعلن عن موقف أنه أنا لن أستقبل إرهابيين. يا أخي الكريم أنت طلعت من عندك هاي الناس وهي جاية لحتى ودرست في مدارس تلك الدول وتعلمت عليها، يعني بالطبع يعني غادروا دولهم وهن محملين بأفكار إرهابية. نعم. أن تتحمل هؤلاء عندما أنت تصنفهم إرهابيين فلا تلقي بمسؤوليتهم على دول أخرى أو شعوب أخرى. تفضل أنت استعيد مواطنيك وعيد تأهيلهم، هي مسؤوليات تلك الدول، يجب الاشتغال على هذا الموضوع من كل الأطراف يعني، وعدم تركه للاستثمار من قبل قسد لوحده. يعني قسد مثل ما أسلف الضيف ما في داعي نعيد الكلام، تريد استثمار الموضوع عالميا، تريد الاستفادة منه بالدعم المادي من قبل أمريكا والرعاية الأمريكية أيضا والمظلة الأوروبية لها، لكن بصرف النظر اليوم نحن أمام قضية إنسانية وقانونية، يجب إيجاد حلول واستجابة عاجلة لهذا الموضوع. ما بيجوز أنه نحن نكون مكب لهي الناس، هذا الكلام غير مقبول أخلاقيا وقانونيا. على أيضا أدوات المعارضة العمل على هذا السياق، على النظام نفسه أيضا أن يشتغل على هذا السياق. نعم. يعني أستاذ
وضحت النقطة أستاذ سامر. ذكرت بأنه اليوم يعني ميليشيا قسد لا تفتقر للموارد المادية لخلق أو لوضع برامج إعادة تأهيل لهؤلاء داخل مخيم الهول أو مخيم روج الذين انتسبوا سابقا لداعش واليوم متواجدين في هذا في هذه المخيمات. ما الذي يمنع قسد؟ يعني إذا كان العامل المادي متوفر، ما الذي يمنع قسد من وضع برامج إعادة تأهيل لهم وبالتالي الضغط بشكل أكبر على الدول لاستقبال رعاياها؟ الذي يمنع بالدرجة الأولى ست أحلام هو الجانب الأخلاقي والإنساني الذي تفتقده قسد. هذا بشكل رئيسي تفتقده قسد، ولذلك لا تعمل عليه. قسد تعمل ضمن المشروع والمخطط الذي يخدمها بعيدا عن الإنسانية وبعيدا عن الأخلاق وبعيدا عن القانون وبعيدا عن كل شيء. أيضا كما تعلمين ست أحلام، قسد تتعامل مع الشيطان نفسه، يعني هي تتعامل مع النظام، تتعامل مع روسيا، تتعامل مع أمريكا، تتعامل مع إيران، تتعامل مع ميليشيات إيران الإرهابية، تتعامل مع الجميع من أجل تحقيق مصلحتها. وهذا ما شاهدناه عندما تتعرض إحدى المناطق لقسد لمحاولة تقدم القوات التركية، نجد أن العلم التركي، العلم الأمريكي يرفع والروسي، والعلم القسد وعلم النظام وعلم إسرائيل، كل هذه الأعلام ترفع من أجل أن يتم حماية قسد. إذن قسد تلعب على أكثر من مكشوفة، ولكن استطاعت أن تسوق نفسها للتحالف بأنها هي من حارب داعش وهي من طرد داعش. سوف تبقى هذه الشماعة تستفيد منها قسد احتلالها لهذه المناطق بحجة كما حجة التحالف عدم عودة قسد، وإذا اضطرت في موقف ما أو في مكان ما أن تستثمر أيضا من قسد، كما ذكرت لك في بداية الحلقة عندما قالت بأنها لن تستطيع حماية المعتقلين. تخيلي المعتقلين ضمن مخيم هول، الهول وهو محاط أمنيا بشكل كبير، تقول أنها لم تعد تستطيع أن تحميه لأنها مشغولة في معاركها مع تركيا. يعني لهذه الدرجة من السخافة تستطيع أن تسوق نفسها قسد. أضف إلى ذلك ست أحلام، شاهدنا كيف يتم تهريب المعتقلين من داعش، أو سواء كانوا بشكل حقيقي أو غير حقيقي من أجل المال، وكيف خرجوا بعض النسوة والأطفال من داخل صهريج، من داخل قسد إلى الخارج. أضف إلى ذلك هناك أيضا مسؤولين من داعش حقيقيين تم تهريبهم وإخراجهم من مخيمات قسد ووصلوا إلى مناطق بعيدة عنهم من أجل المال. هذا ما يمنع قسد من القيام بذلك. أضف إلى ذلك أنا أعتقد أن قسد لو كان لديها الأخلاق والضمير والإنسانية وفعلت ذلك، فهي تخشى ما تخشاه أن يكون بعد ذلك أنها سوف تتكفل بوجود هؤلاء وببقاء هؤلاء في هذه المناطق، وهي لا ترغب بذلك طالما ليس لديها مصلحة بذلك، فهي تعمل على ما يناسبها وما يوافقها وتسوق على ذلك، لذلك هي لا تهتم بهؤلاء. بعيدا عن ذلك ست أحلام، انظري حالتهم المزرية من ناحية الإنسانية. طبعا لا يوجد تعليم، لا يوجد طبابة حقيقية، لا يوجد إرشاد حقيقي، لا يوجد أي شيء، هذا معسكر من معسكرات النازية، وهناك كما ذكرت لك الكثير من الأبرياء. لأن لا أتحدث عن المرتبطين بداعش والذين قاتلوا مع داعش، ولكن أتحدث أن هناك نسبة كبيرة يجب أن تستصف لهذه الصورة إلى التحالف من هؤلاء أبرياء، وأنه تم اعتقالهم بحجة داعش لأنهم رفضوا أعمال وأفعال داعش قسد، لذلك يتم اعتقالهم واتهامهم بهذه التهمة وهي تهمة داعش. سألنا أيضا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع، أنه كيف تنظر لنزع نساء داعش الأجنبيات للنقاب في مخيمات ميليشيا قسد شمال شرق سوريا. بنسبة 39% بيشوفوا أنه هو استثمار إعلامي وسياسي من قبل ميليشيا قسد بهن، وبنسبة 61% بيشوفوا أنهن صادقات ويرغبن بالعودة لبلادهن لبدء حياة جديدة. أستاذ غزوان، أترك لك التعليق على نتيجة الاستطلاع، وخصوصا أنه نسبة 61% ترى بأنهن صادقات. والحقيقة أنا أميل إلى هذا التفسير، يعني موضوع الإيمان اللي تشربوه وفق تصورات داعش
أنا بعتبره عرض طارئ على عقول وعلى ضمائر وعلى أفكار. اليوم زال هذا العرض الطارئ وعادت الأمور إلى طبيعتها بالنسبة لهم. هلأ أكيد هم ما بوضع نفسي سوي كما الناس الطبيعية في دولة يعني، ولكن هذا ما بيلغي إنه هذا العرض زال ورجعت الناس لطبيعتها، وبالتالي اللي عم يستثمر اعلاميا لجهه انه والله يعني انه نزعوا الحجاب او انه ما قصد استثمرت حتى بالمقاتلات اللي ضمن بنيتها العسكريه وحاولت تظهر دائما على انه نحن جهه عسكريه متطوره، في عنا مقاتلات، في عن يعني الاستثمار له بعد، ولكن انا بشوف انه عادت الامور الى طبيعتها عند هؤلاء ومن حق أن يعودوا إلى بلدان، هي قضية إنسانية في المقام الأول وقضية حقوقية في المقام الثاني يجب الاستجابة لها. شكرا جزيلا لك غزوان كرومفول المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من مرسين. أشكر أيضا الباحث السياسي سامر خلاوي كان معنا من لندن. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.